فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز مد الأقدام باتجاه المصحف الذي يكون في الدواليب وفي الرفوف؟ إذا كان مرتفعا فلا بأس، أو كان بعيدا عنك فلا بأس بذلك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.